لكن still we need other designs إذا إحنا بدنا بنحكي كنا نحكي عن أو نبحث عن causality. So the first question you need to ask, you need to know if there is a new data collection. هل أنت بدك أنت تجمع الداتا؟ هل الداتا already existing؟ هل هاي كلياتها أسئلة بتساعدك توجهك في من ناحية شو الديزاين اللي تختاره. إذا أنت بدك تعمل data collection، فهل أروح معناته للprospective cohort؟ هل أروح للي هي primary data collection؟ هل إنه معي وقت إني أسوي prospective cohort؟ ما معي وقت؟ إذا هاي من الأسئلة اللي بسألها، هل أنا عندي الداتا أو لا؟ هل اللي هي الديزاين أنا ممكن هل هو experimental or not؟ أيضا هل أنا عندي تركيز معين على الexposure or the disease or the population؟ هاي كلياتها من الأشياء اللي بفكر فيها. وأيضا you should consider زي ما حكيت لكم التايم. فالتايم إذا أنت عندك مثلا أمامك بدك تخلص البحث خلال سنة خلال سنتين، يعني خلينا نحكي كرسائل ماجستير رسائل دكتوراه، you should consider اللي هي مثلا الكروس سكشنال ستاديز. طبعا إذا كان الوقت أقل أكيد كروس سكشنال ستاديز، لكن إذا كان عندنا existing records we can conduct a case control study or cohort study، لأنه الريكوردز already موجودة. يعني ممكن أرجع بالريكوردز نفسها 20 سنة للخلف لحتى أني أنا أخذ المعلومات، وبالتالي بدل ما أنتظر أنا ال 20 سنة هدول فبتكون already المعلومات عندي. إذا هاي الأشياء اللي أنا بفكر فيها، الداتا شو المتوفرة، كيف بقدر أجمعها، هل الزمن المعي، هل أنت رايح على الإكسبرمنتال، هل أنت مركز على الإكسبوجر أو الديزيز، and you should consider أيضا التايم. فأمامكم هون اللي هي as a summary of the study approaches. في عنا اللي هي الكيس سيريز، it describe a group of individuals with disease. الكروس سكشنال ستاديز describe exposure with disease and or the disease status in the population. والآن اليوم رح نحكي أكثر بشكل تفصيلي أكثر عن الكروس سكشنال ستاديز. إذا لحد الآن إحنا we say اللي هي description. Case control study it compare the exposure histories in people with the disease cases and people without the disease. والcohort compares اللي هي the incident of the disease in people with different exposure status exposed not exposed. والexperimental study compare outcomes in participants assigned to intervention or control group. الqualitative study مثل ما كان زميلكم حكى نسوي مقابلات، هي واحدة من الميثود اللي تستخدم في الqualitative design اللي هي ال interviews. other أيضا خلينا نحكي أشكال أخرى للداتا كوليكشن، الأوبزرفيشنال من ناحية فوكسي جروبس، من ناحية شو نوع الانترفيو اللي بدنا نسويها، هل هي ستراكتشرد، هل هي اندبس انترفيو وغيرها. هاي الديزاينز راح تعطيكم إياها الدكتورة علا in details. وأيضا اللي هي الكوريليشنال ايكولوجيكال ستدي اللي هي لها علاقة بتعطينا correlations، بتعطينا في علاقة ما بين كذا وكذا لكن أنا ما بعرفها على مستوى الانديفيديوال. It compares the average level of exposure and disease in several populations، وهي رح نحكي عنها كمان اليوم بشكل تفصيلي أكثر. وعنا اللي هي review and meta analysis اللي هي it synthesizes existing knowledge. أوكي، وهي كمان اللي رح يكون لها محاضرة بحد ذاتها. الآن إحنا عم نحكي عن primary, secondary or tertiary studies. فthe primary step is decide هل الداتا اللي معي هل هي primary. primary المقصود فيها إنه I am collecting a new data. أوكي، هون لما نحكي إنه شو نوع الداتا اللي عندك، إذا أنت you are collecting now the data معناته it's a primary data, it's a primary study. لما already collected
already existing data مثل الأشياء الموجودة بالريكوردز بالمستشفيات بداية الإحصاءات العامة whatever كانت already existing. هنا بنحكي عن secondary study analyze existing data or health records. tertiary study في بعضهم يصنفوها لtertiary أيضا اللي هي المقصود فيها reviews of the existing literature. okay. طبعا كل approach سواء كان primary, secondary أو tertiary كل واحدة إلها الconsiderations لإلها بحيث إنه أنا once إني أنا I decided إني بدي أروح للprimary, secondary or tertiary كل واحدة إلها أكيد advantages and disadvantages for its own type of data. فشو هاي الconsiderations اللي ممكن إحنا ننتبه لها في primary؟ هي collection of and analyzing new data. key question what are possible source of population. هل عندك ال population اللي انت ممكن تاخذ منه هاي الداتا؟ هل انت مثلا بتحكي انا بدي اجمع من الناس هل بتقدر تروح reach those people؟ طيب اذا بتحكي عن rare disease هل بتقدر انك انت توصل لكل حدا عنده هذا rare disease ولا ممكن اسهل لك تاخده من مستشفى او انه يكون موجودين في records؟ هون انت حسب الـ population that you are targeting لحتى انك توصلهم هاي بتساعدك اروح على primary ولا خليني اشوف secondary. اذا هاي من الاشياء اللي ممكن تسأل فيها نفسك will it be possible to recruit enough participants. يعني اوكي مثلا لو حكينا بدي اشوف awareness في general population على جوجل فورمز بحطها على الفيسبوك بتنزل I can reach مثلا number ممكن مش بطال يعني ولو انه الريسبونس صارت الناس زهقت الاستبيانات بطل حدا يجاوب فبالتالي صار بعضهم يضطروا يرجعوا للطريقه القديمه بحيث انه انترفيو بليز عبي لي هذا الاستبيان لحتى يشجعهم لحتى يعبوا الاستبيان وهيك صارت الريسبونس احسن فيها شويه يعني نوع من الاحراج. ف باي عينه انت بتفكر توصلها بدك تفكر هل بقدر اجمع عدد كافي للدراسه تبعي هل اقدر اوصل للسامبل سايز اللي انا بدي اياها. طب انا شو بيهمني السامبل سايز؟ اكيد شو بيهمني السامبل سايز؟ ليش انا بدي مثلا عدد كبير من البوبوليشن انه يجاوب من ناحيه الفاليديتي اكيرسي؟ اذا هي لها علاقه بالفاليديتي ليش؟ قصدك ممكن مش انها عشوائيه بايست نحكي بايست. هلا احنا لما مثلا بدي اخذ منكم مثلا اي سؤال لو حكينا انه مثلا بدي اسال مين منكم نشيط حاسب النشاط اليوم نشاط زايد فاجيت سالت اللي قاعدين قدام مور لايكلي انهم يكونوا نشيطين اليوم ان شاء الله ان شاء الله مور لايكلي اوكي لكن هل كانوا هم ريبريزنتيف لكل اللي قاعدين واللي قاعدين ورا وهناك هل هم كانوا ريبريزنتيف هل مثلوا الدفعه كلها اللي برضه في ناس نايمين في بيوتهم لسه يعني احنا بنحكي يعني اوكي هل هم مثلوها؟ اذا انا لما اخذت عين صغيره فيها نوع من انواع التحيز لانه ممكن يكون فيها نوع من انواع السلكشن بايس يعني اكيد انتم النشاط عندكم احسن بكثير من اللي نايم في بيته اكيد فاذا انا بهاي الحاله كل ما اخذت عينه اكبر بعطي صوره اوضح واصح واكيرت زي ما حكى زميلكم عن الوضع الحقيقي لدفعه سنه رابعه. اذا نفس الشيء انت خلال لما بدك تجمع عينه من البوبوليشن تقدر تعمل سامبل سايز كالكوليشن حسب البوبوليشن. اذا كان انت مثلا دايبيتك بيشنت قد ايه عدد الدايبيتك بيشنت في جوردن وبقدر اعمل اللي هي الكالكوليشن قد ايه العينه اللي ممكن ريبريزنت تمثل كل مرضى الدايبيتس لحتى اقدر انا اعمل جنراليزيشن للفايندينجز تبعتي بقدر اعمم الفايندينجز اللي بتطلع عندي على المجتمع كامل.
يعني الان انا ما بقدر اعمم انه لما اسالهم هون حكوا نشاط مثلا اقيسه بمقياس معين، ما بقدر اعمم على الدفعه كامله لانه فيها بايس. اوكي، نفس الشيء انا ما بقدر اعمم الفايندنجز تبعتي في دراستي انه في علاقه ما بين فاكتور اي ان فاكتور بي، او انه في كوريليشن او وات ايفر كانت اللي انا الشيء الاوبزرفيشن تبعتي، ما بقدر اعممها على كل البوبوليشن الا اذا كانت السامبل سايز كافيه لحتى تكون ريبريزنتاتيف لكل البوبوليشن. واضحه؟ اذا هاي من الاسئله اللي ممكن تسالها لنفسك لما بتكون بدك، اللي هي هل انت بتقدر توصل تو ريكروت انف بارتيسيبانتس. هاي من الاشياء بتسالها. مين ممكن يحلها؟ اللي هي السكندري. سكندري عندك ريكوردز، ريكوردز قد تكون لعده الاف من البيشنتس في الديزيز، حتى الرير ديزيزز كلياتها ريكوردد. فهاي من الاشياء اللي هي يعني يو شود كونسيدر. لكن شو مشكلتها؟ هل في سورسز؟ من وين بقدر اجيب هاي الريكوردز؟ هل هاي الريكوردز فيها ميسينجز؟ هل هي فعلا انا بقدر استخدمها؟ هل كل الفاريبلز اللي بدي اياها موجوده؟ هل احيانا ممكن نحكي اللي هم الكونفاوندينج فاريبلز اللي هم المشوشات على العلاقه ما بين فاكتور اي اند فاكتور بي، احيانا مثل اللايف ستايل، مثل الايتينج هابتس، هاي كلياتها اشياء مش موجوده بالكلينيكال ريكوردز. يعني مش راح يحكوا لك هو رياضي وبيمارس الرياضه ثلاث اربع مرات في اليوم او لا في كلينيكال ريكوردز، لكنه هذا فاكتور it will interfere وبتأثر على العلاقة ما بين فاكتور A and فاكتور B. فالسكندري داتا although هي بتريح، although هي already existing data، لكن من مشاكلها انه الميسنجز فيها كتير، وايضا مش كل الفاريبلز اللي انت interested فيها موجودة. فلذلك هاي من الاشياء اللي ممكن تفكر فيها، هل انا بقدر اقيس العلاقة ما بين فاكتور A and فاكتور B بالفاريبلز اللي already collected؟ هل فعلا رح تعطيني الصورة؟ فهاي من الليميتيشنز الموجودة في السكندري داتا. So اللي هي what research question can be explored with available data. Okay. Tertiary اللي هن review and synthesis of the literature. Does the researcher have access to adequate library resources؟ حكينا بدنا databases، بدنا هل إلي access على Scopus، Embase، هل هم كافيات؟ Web of Science لسه كمان إلي أكسس. كل ما كان حكينا إلي أكسس لداتا بيس تانية بتعطيني، ممكن قد تعطيني articles مش موجودة في الأولى أو غيرها. لكن أغلب الليترشر أو السيستماتيك ريفيوز اللي عم بتصير هلا يعني ممكن بيكتفوا باثنين أو ثلاثة داتا بيزز، فا اتس اوكي يعني تعطي شيء better than nothing. So, ايضا الاشياء المشاكل في الريفيوز او سيستماتيك ريفيوز، احيانا اوكي بتطلع لك التايتل تبعت البيبر على الداتابيز، لكن انا ما عندك الاكسس للفول تكست ارتكل، واحيانا بنضطر نراسل الاوثر. اذا كان في الوقت الحالي وكانت الدراسه حديثه اتس اوكي يعني، او يو هاف تو باي احيانا لحتى تاخذ الفول تكست. وإذا كان زي ما حكيت لكم الدراسة حديثة والأوثر بعده عايش it's okay. لكن وين المشكلة لما يكون أنت في عندك دراسات قديمة you have to include وما في حدا to contact، أو يعني صار بس بدك الفول تكست لإلها. هلأ برا شو ممكن تساوي؟ تروح لللايبراري وتحكي لهم أنا بدي الفول تكست، فهم بيراسلوا المجلة وبصير مراسلات لحد ما تجيك الفول تكست، وبتبقى يعني كتاباتها مبينة انها كيف كانت قديمة، الطباعة مختلفة، طريقة عرض البيبر مختلف، مش زي هلأ introduction method results discussion، كانت شوي فيها اختلافات الارتيكلز القديمة. فبرضو you should consider انه هل انت لك access لكل article من الارتيكلز اللي انت بدك اياها. احيانا يكون مضطر بدك وتبحث عنها وتشتريها وتدفع وتستنى الاوثر تردوا عليك، يمكن احيانا تستنى شهر شهرين، وهذا صار معي يعني في السيستماتيك ريفيو وطلبتها من المكتبه وهكذا لحد ما بعثوا لي اياها. ليش؟ لانه بدي فيها رقم ادخله على الميتا اناليسز. فهاي من الاشياء الصعوبات اللي ممكن تكون في السيستماتيك ريفيوز. اذا هنا امامنا البرايمري سكندري اند تيرشري ستدي ابروتشز. Analyzing the published articles حكينا هي ال tertiary. Analyzing population level data من ناحية ال correlational study
اللي هي الايكولوجيكال ستاديز رح نحكي عنهم اليوم، والاناليزنج انديفيديوال ليفل داتا. لما نحكي هون مقصود انه انا الان لما اخذ المعلومه عم باخذها على مستوى الانديفيديوال، على مستوى الشخص، هذا الشخص ساتيسفايد اور نوت، هذا الشخص عنده هذا الاكسبوجر ولا لا، هل وهكذا. اذا انا اي معلومه في كل الدراسات سواء كانت كيس سيريز او كانت الكروس سكشنال، الكيس كنترول، كوهورت ستادي.